وللحديث عن تنامي الفساد في مؤسسات الحكومة في العراق وأسبابه ينضم إلينا عبر سكايب الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك يا مرحبا. يعني ما هو واضح وما قالته هيئة النزاهة على لسان رئيسها بأن المتنفذين ينتفعون من عائدات الفساد ويكنون العداء لأجهزة الرقابة، كيف يمكن التعليق على هذا التصريح؟ نعم، وهذا التصريح يعني قد يكون ليس الوحيد وليس الأول، لأنه سبق هذا التصريح نفسي رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني ذكر بأن جهات متنفذة كبيرة تهدد العملية السياسية وأيضا مساهمة بشكل كبير بالفساد وتهدد القضاء في نفس الوقت، وأيضا ذكرها يعني رئيس كتلة بدر هادي العامري في أحد لقاءاته، أيضا ذكر بأنه هو يهدد الفساد. لذلك الفساد أمر أصبح من واقع الحال، يعني أصبح ثقافة سياسية لدى كل السياسيين الموجودين الآن على الساحة السياسية في العراق، لا يمكن لنزيه أن يخف فيما بينهم، يجب أن يكون فاسد لكي يبقى من ضمن منظومة الفساد الكبيرة التي تسيطر على البلد حاليا. لذلك تصريح رئيس لجنة النزاهة اللي هو أساسا متهم بالفساد عام 2013 سابقا، واللي الآن أصبح رئيس لجنة النزاهة، لا يحمل الكثير سوى محاولة لتبرير الفشل في يعني إنهاء وجود الفساد حسب ما وعد به السوداني في برنامج الوزارة. أستاذ بهاء، لعلك توقفت أو لفت انتباهك هذا المصطلح، مصطلح عائدات الفساد. هذه المنظومة أنتجت مصطلحا جديدا في علم الاقتصاد والسياسة وإدارة المنظومات الاجتماعية. لدينا عائدات نفط، لدينا عائدات اقتصادية، عائدات زراعية إلى آخره يعني، لكن أن يكون هناك عائدات فساد وتقدرها البرلمانات أو التقديرات البرلمانية تتكلم عن حجم أموال مهول منذ الاحتلال الأمريكي حتى الآن 450 مليار دولار، هذا رقم خيالي يعني. لا، بالحقيقة هذا الرقم هو أقل من الرقم الحقيقي. الرقم الحقيقي لحد الآن أكثر من 1000 مليار دولار حسب تصريح رئيس الوزراء السابق. نعم. مصطفى الكاظمي، أكثر من 1000 مليار دولار تم نهبها من ميزانية العراق منذ عام 2003 وحتى الآن، وأغلب حيتان الفساد اللي موجودة هم قادة هذه الأحزاب. والنظر بسيط، يعني مجرد أن تنظر إلى الميليشيات الآن وما تمتلكه الميليشيات من أسلحة وأراضي وسيارات وعقارات وكل هذه الأموال اللي هربت إلى الخارج، يمكن أن يعني تكون صورة بسيطة عن حجم الفساد اللي سببت فيه هذه الميليشيات منذ تشكيلها وحتى الآن. الآن اللي أصبحوا هم رعاة العملية السياسية، وأصبحوا هم من يحكمون الآن. قد يكون سابقا كان لهم دور بسيط، لكن الآن صارت الحكومة كلها بيديهم، صار رئيس الوزراء نفسه واحد من الإطار التنسيقي اللي هو يضم كثير من الفصائل المسلحة. فما يذكر دائما هو القليل، لأنه الكشف عن الصفقات الكبيرة للفساد هذا راح يعرض كثير من السياسيين الى المساءله، هاي ان كانت هنالك قدره للقضاء على مساءلتهم في الوقت الحاضر، لانه دائما هنالك قضايا الفساد يتم تجنبها او يتم التغاضي عنها سياسيا او بصفقات ما بين الكتل السياسيه، ما بين كتله وكتله اخرى. لذلك صعب جدا الان حصر كميه الاموال المهربه من العراق من 2003 لحد الان. نعم، وهذا جزء من محاربة الفساد الذي لا يتوفر في العراق مع الأسف الشديد. هذه نقطة تستحق التوقف عندها، يعني مسألة أن يكون هناك حالة مشخصة بشكل واضح وحتى الأرقام مقدرة وعلى لسان رئيس وزراء سابق كما تفضلتم، تقديرات برلمانية، خبراء، مؤسسات دولية تتكلم عن أرقام. ماذا عن المرحلة الثانية من العلاج؟ هل هناك إمكانية لمحاربة هذا الفساد أو التضييق عليه أو تقليص نفوذه في البلاد؟ حتى الآن لا يمكن الجزم بأنه هذا الشيء يعني قد يكون بإمكان السوداني أو غير السوداني حتى إذا جاءت حكومة بعد السوداني، بسبب
ضعف القضاء، ضعف الإجراءات التي يتم اتخاذها ضد الفاسدين بسبب وجود هذه الميليشيات. لو كان لدينا قضاء قوي بالدرجة كافية ممكن أن يحاسب حيتان الفساد الكبرى، لكن حتى هذا الأمر غير موجود حاليا، وبالتالي هنالك صعوبة حتى يعني لأكثر المتفائلين، هنالك صعوبة بأن يكون متفائل أكثر من اللازم ويفكر في القضاء على الفساد، لأن هذا الفساد أصبح منظومة متكاملة تبدأ من أصغر موظف إلى أكبر موظف مرتبط بالميليشيات أو بحيتان الفساد الكبرى. لذلك البداية يجب أن تكون من الهرم وليس من القاعدة، لأنه إذا تحاول أن تحاسب الموظف الصغير على الفساد فلن تصل إلى القمة، لن تصل إلى هرم هذا الفساد، لكن عندما تبدي من الأكبر سينتهي كل ما موجود تحت من موظفين مرتشين أو مشاركين بعمليات الفساد. هذا الأسلوب تبتعد عنه دائما كل الحكومات، أنه لا تتقرب من حيث على الفساد الكبرى وتبدأ بمحاسبة صغار الموظفين. حتى بالنسبة للموضوع سرقة القرن، ألقوا القبض على نور زهير قبل إطلاق سراحة، تم إلقاء القبض عليه لأن هنالك جهات سياسية كبيرة تقف خلفه، رغم اتهامهم مثلا لمصطفى الكاظمي أو مدير مكتب السابق رائد جوحي. حتى هؤلاء بسبب امتلاكهم لملفات ممكن أن يفتحوها، باعتبار أنه هو مصطفى الكاظمي كان رئيس وزراء يمتلك ملفات ضد الكتل السياسية، أيضا هو هدد بفتح هذه الملفات وكشفها للرأي العام، وبالتالي لا توجد إجراءات جدية في محاربة الفساد سواء من صفقة القرن أو حتى الأدنى أو الأعلى منها من الناحية المادية. بالأساس عندما يجري الحديث عن هذه المنظومة من الفساد وسراق المال العام، يعني لا شك أن كما يعتقد مراقبون الحديث لا يتم عن مجموعات صغيرة من الطامعين أو السراق أو الفاسدين، نحن نتكلم عن منظومة، لأنه هذه الأرقام 1000 مليار كما تفضلت تحتاج إلى منظومة ضخمة جدا ودول حتى تستطيع أن تنهب بهذه الطريقة. نعم بالتأكيد، لأنه إذا تنظر إلى إيران الآن بعد كل هذه السنوات من 2015 حتى الآن عقوبات دولية، ومع ذلك إيران لن تتأثر كثيرا بهذه العقوبات، ستعلم من أين تذهب هذه الأموال، أين تذهب أموال العراق، جل أموال العراق يهربها هؤلاء السياسيين إلى إيران لاستمرار النظام، وجود النظام الإيراني. أما هم فيأخذون الفتات يعني والسيارات والبيوت، هذه بالنسبة للمبالغ اللي ذكرت لا شيء، يعني لا تعتبر شيء بالنسبة لكم المبالغ المهربة. أغلب المبالغ اللي يتم تهريبها أو صفقات الفساد الكبرى اللي تسرق من خلالها ميزانيات العراق أغلبها تذهب إلى إيران. وأحد السنوات ما قبل الانتخابات انتشر مقطع فيديو لصناديق كاملة مليئة بالدولارات تذهب بشاحنات نحو إيران. بصراحة لم يكذب رائد جوحي بهذه المعلومة، هذه المعلومة حقيقية فعلا، مليارات الدولارات تهرب يوميا إلى العراق، ومزاد العملة أكبر دليل، لأنه التجار في العراق لا يستوردون بضائع بقيمة ما يبيعه البنك المركزي العراقي يوميا، وصلت مبيعات البنك المركزي إلى 255 مليار دولار يوما، مليون دولار، فيوميا 255 مليون دولار، يعني مليارات كبيرة تهرب خارج العراق بنفس الطريقة وبنفس طرق الفساد. هذه اللي قاعد يتبعوها السياسيين منذ فترة طويلة، يعني منذ بداية تشكيل الميليشيات ما بعد أو انتشار الميليشيات ما بعد سنة 2011 بعد خروج القوات المقاتلة المحتلة من العراق وبقاء المستشارين أو ما يسمى بالمستشارين في القواعد الأمريكية. من ذاك الوقت من أن بدأت الميليشيات تتشكل وتتعدد أسماءها ويتعدد تسليحها، بدأت تسيطر على مفاصل الدولة بهذه الطريقة، مهمتها الأساسية تقويض الأمن والقانون في العراق، ومهمتها الأخرى هي نقل الموارد العراقية إلى إيران. بهذه الطريقة أصبح من الصعب على أي حكومة أن تحارب الفساد بوجود أكثر من 70 ميليشيا حقيقة. نعم، أشكرك جزيلا الكاتب والصحفي العراقي السيد بهاء خليل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا.